كرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل في تونس. وكان اللاعب قد خضع لأشعة على الكتف عقب مباراة الذهاب بعد تعرضه لكدمة شديدة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في استاد برج العرب. حرص اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الاثنين. واطمأن شمس من الجهاز الفني على آخر الاستعدادات قبل مواجهة الترجي التونسي في لقاء الإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل. ذهب الثنائي أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الميران الجماعي والذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. جاء غياب حمدي وريان لمشاركتهما مع فريق مواليد 98 في ثاني جولات الدوري دوري الشباب. وبالعودة للأخبار من جديد، انتظم ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريب الجماعي والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم. كان جابر يعاني من إصابة في العضلة الضامة والتي تغيب بسببها عن مباراة الترجي التونسي الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في ذهاب الدور ربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا. وصل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء البرنامج التأهيلي والذي خصصه له طبيب الفريق على هامش الميران الجماعي والذي أقيم بملعب مختار التتش صباح اليوم الاثنين. ويعاني باسم من كدمة في العضلة الضامة حيث قام بالجري حول الملعب لمدة 15 دقيقة واستكمل البرنامج بصالة الجيم. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق التي جرت اليوم ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اهلا بيك، طمنا عن ميران النهارده. تحياتي ليك يا فيروز واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل النادي الاهلي استأنف في التدريبات استعدادا طبعا لمباراه العوده، مباراه الاهلي والترجي. كابتن حسام البدري والجهاز الفني كان اعطى طبعا يوم الاحد راحه لكل اللاعبين واستأنف اليوم زي ما قلنا التدريبات في الساعه 9 صباحا الحديث طبعا مع الكابتن حسام وكل الجهاز الفني لكافه اللاعبين بغلق صفحه مباراه الاهلي والترجي اللي اتعادل فيها بنتيجه 2-2 والتركيز في مباراه رادس. مباراه رادس ان شاء الله يكون النادي الاهلي له النصيب الاكبر ويتاهل هناك من تونس. النادي الاهلي يمكن استطاع ان يحقق مرتين يمكن من تونس او من رادس بالاخص، فكلنا طبعا ثقه في الكابتن حسام البدري والجهاز الفني واللاعبين هتكون مباراه هامه للنادي الاهلي. لو برجع معاكي للتدريب بدا فيها الساعه 9 صباحا، انقسم التدريب الى جزئين، جزء طبعا كل اللاعبين اللي شاركت بصفه دائمه طبعا في مباراه الاهلي والترجي كان ليهم تدريب استشفائي تحت كابتن محمد ابو العلا اخصائي التاهيل، والمجموعه الثانيه اشرف عليها الكابتن حسام البدري كان فيها بعض
المربعات الكرة ايضا اختتم بتقسيمه قويه جدا في منتصف الملعب، تالق فيها عدد كبير من اللاعبين، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، اللعيبه اللي بتشارك، اللعيبه اللي مش بتشارك، الكل مركز في مباراه الاهلي والترجي وفي بارادس، وان شاء الله تكون مباراه قويه جدا. عايز اطمنك بشكل عام على وليد ازارو، باسم علي وميدو جابر. شفنا طبعا وليد ازارو شعر بالام في الكتف واتعمل له النهارده اشعه صباح اليوم على طبعا الاطمئنان على كتفه، هل في خلع، في كدمه، في اي حاجه، لكن اطمنا بشكل كبير من الجهاز الطبي ان وليد ان شاء الله يكون جاهز وهيكون جاهز في مباراه الاهلي والترجي، ما فيش اي كدمه، ما فيش اي مشكله تعوقه. اتدرب النهارده زي ما قلنا تدريب خفيف مع ضغط اللاعبين اللي كانوا بيأدوا تدريبات استشفائيه. باسم علي زي ما انت قلت طبعا بيواصل التدريبات التاهيليه الخاصه بباسم، باسم كان عنده طبعا شد بسيط في منشا العضله الضامه، موضوع له طبعا يعني من الكابتن خالد محمود طبيب الفريق، برنامج بيمشي عليه الفتره اللي فاتت وماشي بشكل مميز جدا. باسم بنتمنى له العوده سريعا للمشاركه مع فريق النادي الاهلي. بنختتم بميدو جابر كمان النهارده شارك بكل قوه في المران الجماعي. ميدو طبعا كان غاد على المباراه، على طبعا مباراه الترجي ضمن القائمه او يكون في التشكيل الاساسي ليه، شعوره بالعضله الضامه ايضا عامله ازمه شويه مع باسم ومع ميدو جابر، لكن ميدو جابر ظهر بشكل طيب النهارده بالنسبه للتدريبات، الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويبقى التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الاهلي والترجي. اكيد. طيب كريم، ايه برنامج الفريق لحد لقاء الترجي يوم السبت المقبل ان شاء الله؟ هتستمر التدريبات في فيروز التاسعة صباحا، هيكون غدا ان شاء الله بالنسبه لتدريب فريق النادي الاهلي، على ان يسافر النادي الاهلي صباح يوم الخميس قبل المباراه 48 ساعه يكون متواجد في تونس، لكن غدا ان شاء الله في الساعه 9 وبعد غد هيكون في الساعه 9 صباحا. كابتن حسام البدري هيبدا من غدا ان شاء الله بالنسبه لمحاضرات الفيديو للعيبه النادي الاهلي للتركيز طبعا على كل نقاط القوه والضعف، سواء في مباراه الاهلي والترجي الاخيره او المباراه الخاصه بالترجي، لكن باكد لك ان التدريبات هتفضل مستمره حتى صباح يوم الخميس ان شاء الله على ان يتجه النادي الاهلي الى تونس. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معنا عبر الهاتف. أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على ثقته في قدرة النادي الأهلي على تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل لنصف النهائي على الرغم من التعادل الإيجابي في الإسكندرية بهدفين لكل فريق. وشدد شحاتة على أن النادي الأهلي ينجح دائما في تقديم مباريات كبيرة خارج ملعبه، مضيفا أن تاريخ الأهلي حافل بالبطولات. عبد المنعم شط رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه لا يعلم حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود صلة قرابة بين الكاميروني نيانت اليوم حكم المباراة، مباراة الترجي والأهلي، وأحد محترفي الفريق التونسي. وتداولت تقارير عن وجود صلة قرابة بين الحكم الكاميروني والذي تم اختياره لإدارة مباراة إياب ربع نهائي البطولة وفرانكوم لاعب الترجي، حيث أنه يعد زوج أخت اللاعب. وأوضح شطة في تصريحات أنه سيقوم بإخطار رئيس لجنة الحكام بالكاف بهذه المعلومة للتحقق منها، وإن كانت هناك شبهة لعدم الحيادية في التحكيم فقد يتم استبعاده من إدارة المباراة. المنتخب المصري، حيث اختار الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم 14 لاعب محترف للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل استعدادا لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم في روسيا 2018، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر القادم.
وجاءت الاختيارات على النحو التالي: عصام الحضري، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي وأحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، عمرو جمال، محمود حسن تريزيجيه، كريم حافظ، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي، وسام مرسي. نفى إيهاب الهيثم مدير المنتخب الوطني ما تردد عن مشاركة المنتخب في دورة ودية بالسعودية. وقال الهيثم: لم نتلقى أي خطابات من جانب الاتحاد السعودي للمشاركة في أي دورة، وأنه في حالة وجود أي عرض سيتم الرجوع إلى الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قبل اتخاذ القرار النهائي. وكانت بعض الصحف السعودية قد ألمحت إلى مشاركة الفراعنة في دورة ودية قبل مونديال روسيا 2018. ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. متابعة الألعاب الأخرى، حيث فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة 79-69 في المباراة الودية والتي أقيمت بينهما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المنتظر انطلاقه في أكتوبر المقبل. شاركت في المباراة 4 لاعبات صاعدات من فريق تحت 18 سنة، وهن حبيبة حاتم، سلمى مصطفى، ريم أشرف، وبتول عادل. وظهرت اللاعبات خلال اللقاء بمستوى متميز. وأكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق أن اللاعبات الصاعدات من فريق تحت 18 سنة قدمن مستوى رائع، وأنه رغم تصعيدهن للتدريب مع الفريق الأول منذ شهر إلا أنهن أظهرن مستوى ملفت للنظر في مباراة سموحة. للمزيد من التفاصيل انضم الينا الان عبر الهاتف كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. كابتن ايهاب اهلا بيك. اهلا بيك فيروز. في البدايه كابتن ايهاب، احكي لنا عن احداث الوديه مع نادي سموحه. احنا عملنا معسكر في اسكندريه مده 3 ايام، سافرنا الخميس لعبنا جمعه وسبت ماتشين مع سموحه. الماتش الاولاني كسبنا 88-82، والماتش الثاني كسبنا 76-69. الحمد لله عملنا ماتشين كويسين قوي، ويعني كنا مرتبين هم يبقوا ورا بعض يعني عشان نستفيد اقصى استفاده يعني من مباريات سموحه من الفرق الجامده واللي بتنافسنا وهيكون منافس قوي وشرس السنه دي في الدوري. استفدنا كويس جدا جدا جدا، وده كان اول معسكر بالنسبه لنا قبل دخول المدارس والجامعات، فكانت فرصه ان احنا نتجمع
والبنات نقعد مع بعض اطول فتره ممكنه، واتفرجنا كمان على الماتش الاولاني لما رجعنا الاوتيل اتفرجنا على الماتش الاولاني. فكانوا 3 ايام استفدنا منهم كويس جدا جدا فنيا وطبعا بدنيا، لان الماتشات ورا بعض فده كان لود على البنات كمان اكتر يعني. نعم. طيب كان في 4 لاعبات صعدوا من فريق تحت 18 سنه، احكي لنا عن ادائهم كابتن ايهاب. والله البنات اتصرفوا كويس جدا وفاجئوني انا شخصيا، لان ماتش سموحه من الماتشات الثقيله في الباسكت بول يعني، او الماتشات اللي فيها ايكوال جيم وطف. الجيم فضل ماشي ايكوال في المباراتين لحد اخر 3 4 دقائق. البنات خدوا فرصه الاربعه بصراحه وما كانوش خايفين، دي اكتر حاجه عجباني فيهم، ما كانوش خايفين وبيلعبوا ماتش يعني كبير، بيلعبوا بثقه ومؤدين بشكل كويس قوي يعني، دي من المكاسب الكبيره من المعسكر. وكمان هم بيكونوا مع فرقتهم مع كابتن اسلام، بحييه طبعا لان هو دور كبير يعني في مع البنات مع فرقته، بقى لهم شهر بيتمرنوا معايا ومع فرقتهم، فظهروا بشكل كويس وطمنوني ان فعلا لا هيبقوا اضافه ولهم دور كبير السيزون ده مع الفرقه. وزي ما انا قلت في الموسم اللي فات واحنا مع بعض ان الاهلي عنده ناشئات كتير ودايما يعني بيطلع بنات كويسه، وان شاء الله المستقبل ان شاء الله جاي، فده يطمنا كمان ان مستقبل الباسكت بول ان شاء الله يكون من الاهلي لسنوات باذن الله يعني. باذن الله. طيب كابتن ايهاب، هل في اي وديات جايه وماذا عن المشاركه في البطوله العربيه؟ الوديات اللي جايه عندنا، عندي الغابه يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، وعندي الاثنين اللي بعديه الجزيره في الجزيره، وان شاء الله اليوبلس برضو الاسبوع الجاي، بس لسه ما حددتش ميعاده عشان لسه ظروف الجامعات يعني كده، البنات دخلوا الجامعه، فعندنا ان شاء الله اكتر من ماتش ودي كمان ان شاء الله. احنا هنكمل الحين اعلان الميعاد الرسمي لبدايه الدوري المرتبط، مستنيين الجدول من الاتحاد المصري، فاحنا مكملين في ماتشاتنا الوديه لحد ان شاء الله ما يرجعوا لنا يعني. بالنسبه للبطوله العربيه، احنا جالنا فاكس امبارح ان احنا هنشارك في البطوله العربيه في لبنان، البطوله من 7 اكتوبر ل 14 اكتوبر. عملنا طلب للنشاط الرياضي ان شاء الله، ومستنيين موافقه النشاط ومجلس الاداره ان شاء الله، عشان دي هتبقى حاجه كويسه قوي، لان البنات فعلا محتاجه ماتشات وديه، سنهم صغير وعملوا سيزون السنه اللي فاتت الحمد لله كويس، فالسنه دي هم محتاجين ان احنا نلعب ماتشات بره دوليه وناخد احتكاك وخبره، لان سنهم صغير زي ما احنا شايفين يعني، متوسط اعمارهم كلها صغيره جدا، حتى الكبار انا ما عنديش اعتبار، ما عنديش كبار يعني، وعندي بنات صغيره طالعه مواليد 2001 و2000، فانا يعني اتمنى ان يبقى في موافقه على البطوله العربيه، هتكون يعني اعداد كويس جدا 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 للدوري والكاس ان شاء الله. باذن الله كابتن ايهاب الالفي مدير فني الفريق الاول كره السله سيدات بالنادي الاهلي، كل توفيق ليك وللفريق، واكيد عندنا ثقه ان الفريق الاول لكره السله سيدات في النادي الاهلي هيقدم موسم جديد يبهرنا يبهر جماهير. شكرا جزيلا لك. معنا حلقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بطاقة المشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر إقامتها ببلجيكا خلال الفترة من 20 وحتى 23 أكتوبر المقبل لعمر عصر لاعب المنتخب الوطني الأول للعب. وصعد عصر لاعب الأهلي والمحترف في صفوف نادي بريمن الألماني للمشاركة في مونديال تنس الطاولة من التصنيف العالمي للعبة، حيث يحتل المركز 39 عالميا.
تواصل بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 إلى القاهرة فجر غد الثلاثاء بعد تتويج بلقب البطولة الأفريقية للناشئات والتي استضافتها العاصمة الإيفوارية أبيجان. وفاز المنتخب المصري على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33-19 أمس الأحد في ختام المنافسات. شارك في البطولة 7 منتخبات هي مصر، تونس، الجزائر، أنغولا، كوديفوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كان منتخب ناشئات فراعنة كرة اليد قد فاز في أولى مواجهته على السنغال بنتيجة 33-17 ثم كوديفوار بنتيجة 23-8 قبل أن يفوز على الجزائر وتونس ليضمن التأهل إلى كأس العالم 2018، قبل أن ينجح أيضا في الفوز على أنغولا في الجولة قبل الأخيرة ليحسم البطولة قبل الختام بجولة. الاتحاد العربي مصر شرف استضافة البطولة العربية للأندية سيدات الكرة الطائرة والمقرر لها ديسمبر المقبل. يشارك في البطولة النادي الأهلي ممثلا عن مصر، فيما لم تتحد الفرق المشاركة بالعرس العربي حتى الآن. وتوجت سيدات الأهلي بلقب البطولة الماضية والتي أقيمت بالقاهرة أيضا على حساب المجمع البترولي الجزائري. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث عقب النجم المخضرم واين روني القائد السابق للمنتخب الإنجليزي من قيادة السيارات لمدة 2 بعد إدانته اليوم الاثنين بتهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. وكانت الشرطة قد استوقفت روني مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من سبتمبر الجاري، ووجهت له تهمة القيادة وهو مخمور. واعتذر روني عن افتقاده للانضباط بالقيادة متجاوزا الحد المسموح به من الكحوليات، مضيفا أنه يعتذر أيضا لمدربه ولعائلته ولرئيس نادي إيفرتون وللجماهير. قالت تقارير صحفية أن سبب إصابة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يعود إلى تدريبات شخصية مكثفة خاضها خارج إطار تدريبات النادي. وكانت تقارير صحفية بريطانية أكدت أن مدة غياب بول بوجبا عن الملاعب ستتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر بعد إصابته في أوتار الركبة خلال المباراة، مباراة فريقه أمام بازل في دوري أبطال أوروبا. بدوره رفض جوزيه مورينيو للشياطين الحمر الإفصاح عما حدث، وقال لا أعلم مدة غياب بوجبا أن كانت 12 يوم أم 3 أشهر، الإشاعات كلها غير صحيحة. ذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم
سول ناين غريس وراديا ناين جولان في الانتقالات الصيفية القادمة ليحل محل المخضرم مايكل كاريك. وقالت أن الشياطين الحمر أرسل كشافيه لمراقبة مباراة روما مع أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدور الأبطال الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي في روما من أجل متابعة لاعبي خط الوسط في الفريقين الإيطالي والأسباني. يأتي تحرك مانشستر يونايتد في هذا الاتجاه في ظل توقعات برحيل كاريك 36 عام في نهاية الموسم الحالي عن صفوف الفريق. وتفيد التقارير الصحفية بأن المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لن يكتفي بضم لاعب واحد بل اثنين كبديل لكاريك في ظل خطته الطموحة لبناء فريق قوي يملك الكثير من البدائل من أجل الهيمنة على البطولات المحلية والأوروبية. أعلن الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم داني ويلبيك يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه مع تشيلسي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي. وأكد فينجر إصابة اللاعب لكنه لم يكشف طول فترة غيابه عن الملاعب. وقال فينجر أن ويلبيك يعاني من إصابة لا يعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة. ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن مسؤولي نادي ريال مدريد يخططون للتعاقد مع مهاجم نادي لايبزيغ الألماني تيمو ورنر للتعويض رحيل الأسباني ألفارو موراتا إلى تشيلسي الإنجليزي. والفشل في التعاقد مع كيليان مبابي والذي انتقل لباريس سان جيرمان. وأضافت التقارير أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي مهتم بالمهاجم الألماني صاحب 21 عام والذي نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات لعبها في البوندسليغا هذا الموسم. ولن تكون مفاوضات ريال مدريد سهلة للظفر باللاعب خاصة وأن أندية أخرى تسعى للتعاقد مع اللاعب أبرزها مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان. شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في تدريبات فريقه اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة ريال بيتيس يوم الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من الدوري الأسباني. وسيعود رونالدو للمشاركة مع النادي الملكي بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف ل5 مباريات بعد اعتراضه على الحكم خلال لقاء برشلونة في السوبر الأسباني. حقق فريق سبورتينغ براغا البرتغالي فوزا صعبا على ضيفه فيتاريا جيماريتش بهدفين مقابل هدف خلال المباراة والتي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري البرتغالي. وسجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا هدف فريقه الثاني في الدقيقة 45 من ضربة رأسية متقنة وبهذا الهدف قاد فريقه للفوز وارتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط في المركز السادس.
متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي. ومن الجمهورية الأهلي يترقب تقرير الحكم ويخوض ودية قبل السفر. من المساء البدري متفائل بتأهل الأهلي في تونس، أما من الوفد فشيرين شمسي يطمئن على الأهلي قبل موقعة الترجي. من المصري اليوم، استعدادا للترجي باسم علي يواصل برنامجه التأهيلي في ميران الأهلي اليوم. ومن الوطن سبورت، عبد الله الشامي: اللعب للأهلي شرف كبير. من الشروق، الأهلي يطالب كاف بطاقم تحكيم عادل في مباراة الإياب أمام الترجي. ومن البوابة نيوز، ميدو جابر ينتظم في ميران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة. ومن فيتو الأشعة، تثبت شفاء وليد أزارو من الإصابة. من يلا كورة، عبد الحفيظ شخصية الأهلي تضمن تأهله من رادس، لكن يقلقني التحكيم. ومن يورو سبورت عربية، سعيد يعادل رقم الكابيتانو أفريقيا ويقترب من العشرة الكبار. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، في 18 سبتمبر من عام 1973 الأهلي يفوز على البلاستيك بهدفين دون رد. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.